يا لها من ليلة مؤلمة مرت على بنات رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك العز الشامخ الذي لم يفارقهن منذ أوجد الله كيانهن. فلقد كنا بالأمس في سرادق العظمة وأخبية الجلالة، وبقينا في هذه الليلة في حلك دامس من فقد تلك الأنوار الساطعة، بين رحل منتهب وخباء محترق وحمات صرعى لا محامي لهن ولا كفيل، لا يدرين من يدافع عنهن إذا دهمنهن دائم. في هذه الليلة قامت الحوراء زينب عليها السلام بجمع العيال والأطفال في مكان واحد، فلما جمعتهم أخذ الأطفال ينظر بعضهم إلى بعض ودموعهم تتحاذر على الخدود، وأخذوا يسألون الحوراء زينب عليها السلام عن أهاليهم من الرجال. هذه تنادي: عم زينب أين أبي؟ وذاك ينادي: أين عمي؟ وآخر ينادي: عم أين أخي؟ بماذا تجيبهم زينب عليه السلام؟ أتقول لهم أنهم صرعى على وجه الأرض؟ أم عندها جواب آخر؟ نعم، قامت إليهم فأخذت تضم الطفلة إلى صدرها لتهدئها عن البكاء والعويل، فإذا هدأت أخذت الأخرى ضمتها إلى صدرها. لذا لا يعرف ليلة أصعب من ليلة الحادي عشر من المحرم مرت على أطفال آل الرسول وبنات الزهراء البتول. أمسوا ليلتهم وهم بأيدي عدو ليس في قلبه رحمة، بحيث إذا بكت طفلة من أطفال الحسين عليه السلام أسكتوها بكعب الرمح وبالسياط التي تلتوي على متنها، وهي تستغيث وتنادي: ومحمدا، ولا محمد لي اليوم، وعليا، ولا علي لي اليوم، وحسينا، ولا حسين لي اليوم، وعباسا، ولا عباس لي اليوم. وفي تلك الليلة افتقدت الحوراء زينب عليه السلام الرباب زوجة الحسين، فأخذت تبحث عنها بين النساء فلم تجدها، فنزلت إلى ساحة المعركة لعلها تجدها عند جسد الحسين عليه السلام. فلما صارت قريبة من الجسد سمعت أنينا وحنينا وقائلة تقول: بني عبد الله، صدري أوجعني وثداياي درى. فعرفت زينب أنها الرباب، قالت: رباب، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت: يا بنت رسول الله، أنه لما أباح لنا القوم الماء در اللبن في صدري، فجئت لأرضع ولدي. فطلبت زينب عليه السلام في تلك الليلة خيمة من عمر بن سعد تجمع فيها النساء والأيتام، لأن النار لم تبق لهم خيمة. فلما جاءوا لهم بالخيمة وجمعت فيها النساء والأيتام، وإذا بها تفتقد فاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين عليه السلام، فجاءت إلى أختها أم كلثوم سألتها عنها، قالت: اطلبيها عند جسد المولى أبي عبد الله لعلها هناك. فقامت الحوراء زينب عليه السلام وقصدت جسم الحسين عليه السلام في ذلك الليل الدامس، تتعثر بأشلاء القتلى وهي تقول: عم فاطمة، أين أنت؟ حتى اقتربت من الجسد الشريف، وإذا بها تسمع أنينا وحنينا وقائلة تقول: أبا يا حسين، من الذي حز وريدك؟ أبا، من الذي أيتمني على صغر سني؟ قال زينب عليه السلام: فاطمة هذه؟ قالت: بلى يا عمة. فقالت الحوراء زينب: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت: عمة، عندما هجم القوم على المخيم أرعبتني الخيل والرجال، فقلت: ألوذ بجسد والدي.